بالطاقة بتاعته الغصوة موجود، لكن ما يقدر يدينا شنو الحاجة اللي احنا عايزينها منه. يعني مثلا نضرب لك محطة مروي، محطة مروي دي فيها 10 وحدات، الوحدة ب 125 ميجا واط بتنتج 1250. هسه حاليا هي ما بتنتج ال 1250، ليه؟ لانه منسوب المويه نازل نازل، منسوب المويه بينزل. احنا داخلين على فصل صيف واكيد الاستهلاك كثير جدا جدا. ايوه معاناه ان شاء الله في فصل الصيف، ودي حاجه مؤلمه جدا. يعني الناس ما اصلا متفائله يعني خير. قبل ما نقول الحلول، بتشوف السعه الان والموجوده الان من التوليد ممكن يكفي، ولا القطوعات دي حتظل مستمره وحيكون اسوء من ال 12 ساعه؟ طيب هسه عشان بالوضع الحالي هسه اللي نحن موجودين فيه، نعم. في شهر 6، في شهر 6 ده نحن عندنا ال 2000 دي موجوده. ايوه دي وحاليا هسه اللي هي في الشبكه. طيب وجايبين من الربط، في جزء جاي من مصر بسيط وفي جزء جاي من الحبشه. ده توتال زي 230، 230 زايد ال 2000 2230. أيوة. حاليا في شهر 6 الطلب الاستهلاك في شهر 6 كم؟ 3330. يعني في نقص، في نقص 1100. ده قطاع منزلي ولا صناعي وتجاري؟ كله في الشبكه. انا بتكلم عن الشبكه. أيوة كامله. تمام. في عجز زي 1100 ميجا واط، ده العجز